مرحبا. أهلا يا بابا. ازيكم؟ ازيكم؟ يا هلا يا ابو العود. يا هلا يا هلا. يا مرحبا. يا هلا يا هلا. ايش الحين ايش الحين؟ الحمد لله على السلامة. اهلا اهلا. الرحلة حلوة. تفضلي يا ام العود. يا هلا. ازيك يا ام العود؟ عاملة ايه؟ ورق دوالي وكوسة. ازيك نجاح؟ الحمد لله يابا. ليش تأخرت بالقاهرة؟ والله يابا التأخير كان لظروف مش من الطيارة، يعني لتعرف فيها بعض الفنانين والفنانات. مين يابا؟ شفت فاتن حمامة. الله يا الله. وشفت شو اسمها سعاد حسني، وشفت ميرفت أمين، وشفت أسمهان وأم كلثوم. يابا عملنا عزايم في القاهرة بترفع الرأس، كل القاهرة صاروا يزقفولي. بعدين عزموني على طنقرة جاج، قلت لهم قيري أنا متغدي ومتعشي، أصر وأكلت. قديش كلفتك الرحلة يابا؟ يعني بدك تقولي يابا مصاريف من هون وهناك ومن هناك لهون، رايحة جاية وجاية مش رايحة، تقريبا 20,000 جنيه. هذا يعني فلست ما تمش معك شي بالمرة. هو أنا يا أم العود لو ما فلست بادي بشوف خلقتك. يعني الله يسامحك يا رجال. يابا أنت عارف إنه اليوم ببلش التصوير؟ اليوم؟ وفي حارتنا. وبحارتنا؟